السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. وانتم تشوفوا معايا فيديو اليوم غادي نشارك معكم فيه الكعك المخمر. اولا طودوس يا طودوس، اسبيرو كو ستيس بيان كون اون بون انيمو بارابير للريسيتا دي هوي كي سون اوناس روسكياس استوبنداس. اكي تينغو 1 كيلو دي هارينا دي تريغو. هنا عندي كيلو ديال الفرينه، أربعة ديال المعالق كبار نتاع الزنجلان، كواترو كوتشاراس غراندي دي سيسامو، ونا كوتشارا غراندي دي انيس، معلقة كبيرة من حبة حلاوة، معلقة كبيرة من النافع، ونا كوتشارا غراندي دي اينوخو، ليبادورا دي باناديرو، كاتورسي غراموس، 14 غرام من خميرة الخبز. هنا عندي 15 غرام من خميرة الحلوى والقليل من الملح. اكي تينغو 15 غراموس دي ليبادورا كيميكا اون بيسكيتا دي سال. زوج بيضات متوسطين الحجم، دوس ويبوس تامانيو ايمي، دوسيانتوس غراموس دي السكر، 200 غرام من السكر، و 180 مليلتر من الزيت النباتية، 180 مليلتر دي أسيت دي خيراسول. بسم الله إمبيساموس. إينوخو يانيس، حبة حلاوة والنافع، زنجلان سيسامو، نخلطوهم مسكلا مصطودو. الخميرة الكيماوية مع القليل من الملح، ليبادورا كيميكا كون لابيسكيتا دي سال، السكر إلى سكر، الزيت إلى سيتي، بسم الله نبسوه. ضروري ما نبسوه مزيان. غادي ندير الخميرة هنا، خميرة الخبز لا ليبادورا دي باناديرو. كون ليتشي تمبلادا، نخليوها على جنب. الحليب اللي دفيتو غادي نضيف له 80 غرام من ماء زهر. الا ليتشي تمبلادا يعني عديدو 80 مليلتر دي اغوا دي عصار. ودرك غادي نضيف البيض، جابو يعني ندير لوس دو سويبوس اي سيغو ميسكلاندو. ودرك غادي نضيف الخميرة اللي رطبتها في الحليب، وغادي نبدو نعجنو بالحليب. أكي يعني يديدو لا ليبادورا كيميكا كي بوستو إن لا ليتشي، إيا بوموس مسكلاندو تودو كون ليتشي. يا كونتو يا تينيموس نوسترا ماسا طودا ميسكلادا. صافي درك من جمعنا العجين غادي ندلكو شويه،
غير واحد شويه لحقاش غادي نفوتو في الماشينه. لو بويا ماسار اون بوكو اون بوكو سولو بوركي لو بويا باساري لا ماكينه. صافي غادي نخليه يرتاح واحد تقريبا 5 دقائق بين ما وجدنا الماشينه. لو بويا ديخار ريبوسار اونو 5 مينوتوس hasta que preparo la máquina y empezamos a trabajar. Demoró 5 دقائق después de 5 minutos. Lo voy a cortar. هنا نديرو خبيزات صغار نقطعوهم باش يجيونا ساهلين على حساب الماشينه. نديرو العجينه في الماشينه كما راكم تشوفوا معايا. اللي ما عندوش الماشينه يقدر يستعمل حتى غير هكا كيدير الحرابي هكا كما راكم تشوفوا الحجم اللي بغيتوه. ponemos la masa en la máquina. Si no tenéis máquina lo podéis hacer manualmente. El tamaño de las rosquillas al gusto de cada uno, si le queréis grande grande, pequeñas pequeñas. في هذا الاثناء من كل شيء العجين ديالنا فوتنا في الماشينه ودرنا حرابل نبداو في تشكيل الكعك. Y ahora como ya hemos pasado toda la masa en la máquina y la tenemos enrollados así como lo veis, vamos a empezar a poner la forma a nuestras rosquillas. Espero que está todo muy bien aclarado. Nada, eso poco a poco. غادي نكمل في تشكيل الكعك المخمر. voy a terminar de formar la masa. esa bandeja ya la tengo preparada, la voy a tapar y la dejo que repose. غادي نغطي عليه ونخليه يتخمر على ما كملت كل شيء. عاد نطيبوه في الفران. خاص ضروري يخمر واحد شويه. es muy necesario dejarlo reposar al menos unos 15 minutos. بسم الله. هنا من بعد مرور تقريبا واحد 15 دقيقه غادي عندي الفران هنا راني سخنته. غادي ندهن الكعك ديالنا بالبيض بعد هنا ضربته وغادي نرش عليه زنجلان. ديسبوز دي باساريا 15 مينوتوس بويا اونتار نوستراس باستاس كون اون هويفو باتيدو y sésamo. un poco de sésamo, قليل من الزنجلان. هو الكعك من بعد ما خرجته من الفرن.
Espero que os haya gustado la receta de hoy. No os olvidéis de compartir el vídeo con los amigos y familiares en las redes sociales. Y si es la primera vez que ves el canal y te ha gustado el contenido, suscríbete y activa la campana para que te lleguen todas las novedades. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديالي في تحضير الكعك المخمر. ما تنساوش اعزائي تخليوا لي لايك وتعليق في محتوى الفيديو من فضلكم. ولو كنت اول مره تشوفوا القناه وعجبكم المحتوى ديروا اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله. مع السلامه.